كنا بنتكلم مع حضراتكم في حلقتنا عن حفل إفطار الأسرة المصرية وقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحفل. دلوقتي معانا عبر الهاتف اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان وأحد المشاركين في الحفل أمس. صباح الخير على حضرتك سيادة اللواء، وكل سنة وحضرتك بخير. عايزة يعني أعرف يعني إزاي قريت قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالتوسع في مسألة سداد ديون الغارمين والغارمات. شفت هذا القرار إزاي، وإحنا تقريبا وصلنا فين في عدد الغارمين والغارمات اللي تم سداد ديونهم بالفعل خلال الفترة اللي فاتت؟ الحمد لله، فعلا يا فندم كان إفطار الأسرة المصرية فعلا الأسرة المصرية على كل أطياف المجتمع، كل أطياف مصر، من مرسى مطروح لشمال سيناء، يعني كل من هو في مصر حلايب وشلاتين كان موجود في هذا الجمع الجميل. وكان مفروض فعلا كان يوم يدل فعلا على تماسك المجتمع المصري قلبا وقالبا، يدا في يد، علشان نرتفع بالانسان المصري في كل مكان. يمكن سياده الرئيس فعلا كان كل اهتمامه بالمجتمع المدني، وازاي المجتمع المدني بيقدم في مصر قوه فعلا مع الحكومه مع القطاع الخاص، ده مثلث التنميه. ويمكن كان واخد من وقت سياده الرئيس تفكير تماما الغارمين والغارمات، ان كل انسان موجود للغارمين والغارمات حقيقي على ارض مصر، المفروض ان المجتمع المدني بيتدخل فعلا. والحمد لله انا حضر نقول ان كل المجتمع المدني والجمعيات في معنا وزاره التضامن الاجتماعي مع كل احياء كريمه، مع تحيا مصر، مع المجتمع المدني، مع الجمعيات، متكالبه تماما في ايد واحده لهذا الموضوع. وان شاء الله ان شاء الله مش هيبقى في غارمه موجوده على ارض مصر حقيقه ومحتاجه، اذا كانت مره اشترت حاجه عشان بتجوز بنتها، اذا كانت مره بتحط في مستشفى غصب عنها عشان عمليه جراحيه، اذا كانت استلفت كده ان شاء الله احنا كلنا معاها يدا بيد قلبا بقلب باذن الله. عظيم. سياده اللواء، الرئيس دايما بينادي بسداد ديون الغارمين والغارمات، مش بس كده، القضاء على هذه الظاهره تماما من الاساس، معرفه اسبابها وابعادها الاجتماعيه، القضاء عليها. عايزين نعرف دوركم في ده ايه. ده سؤال جميل جدا يا استاذ محمد. دور بقى المجتمع المدني، يمكن جمعيه الاورمان احنا بنعمل زواج اليتيمات والعمليات الجراحيه، ومثلا احنا متخصصين في عمليات القلب والعيون والاجهزه التعويضيه وزواج اليتيمات. اذا كانت دي ارمله عشان تجوز بنتها، احنا بنقول لها اتفضلي، احنا نجيب لك الاجهزه الكهربائيه، احنا نساعدك في هذا الموضوع، احنا نديك المبلغ، لا ثلاجه ولا غساله، لا نجيب لك احنا الثلاجه ونجيب لك الغساله ونجيب لك البوتاجاز. ده فعلا ده بقول احنا قبل ما يحصل انها تستلف او تروح تدين عند اي حد من التجار او تكتب على نفسها ايصال امانه، لا بنساعدها ما دام حقيقه. وانا دقيق يا فندم، مع التضامن، مع وزاره التضامن الاجتماعي، مديريات التضامن الاجتماعي، بنتاكد ان فعلا ديت اسر اولى بالرعايه، بنتاكد ان، عشان كده بنشوف فعلا اذا كان اسيمه الزواج لسه ما فيش زواج عشان هذه العقبات، احنا بنتدخل جمعيه الاورمان وجمعيات كثيره جدا بتدخل في هذا الموضوع والمجتمع المدني كله في هذا الموضوع. اذا كان عمليه قلب محتاجه لابنها او بنتها فجاه، عمليه عيون، ميه بيضاء، ميه درقاء، جهاز تعويضي، وجهاز تعويضي يا فندم بيصل يمكن 15,000 جنيه. فجأة كانت في حادثة لابنها أو أي حاجة، قطع رجل، بنتدخل كده. فعلا سيادتك مظبوط، قبل ما يحدث هذا بيتدخل المجتمع المدني عشان ما يحصلش كده لأي حد إن شاء الله، ونقضي على هذه الظاهرة بإذن الله. طيب سيادة اللواء، أنا عايز أعرف طريقة التواصل مع أهالينا في القرى علشان نقدر إن إحنا نحل المشكلة قبل ما تحصل وتوصل لمسألة إنه يكون في غارمين وغارمات. الحمد لله رب العالمين، جمعية الأورمان احنا عندنا في جميع محافظات جمهورية مصر بالكامل بلا استثناء مكاتب دائمة، مكاتب دائمة، يعني لو اي حد راح المحافظة سأل عن فين مكتب جمعية الأورمان هيقولوا له موجود هنا. بيتقدم هناك، بيجيب بحث اجتماعي من مديرية التضامن الاجتماعي بالحالة اللي هو عاوزها. انا على طول بيتقدم، بنتأكد من كل الوثائق، بنتأكد من هذا الكلام، بنقول له تعالى بقى انت فعلا انسان صادق، انسان امين، انت محتاج ايه؟ زواج يتيمات تحت امرك، عملية قلب تحت امرك، عملية عيون تحت امرك، جهاز تعويض تحت امرك. بل بالعكس احنا بنتقدم برضه بالمشروعات الصغيرة عشان ما يستلفش يعمل مشروعه. لا تعالى انت حرفي، انت عاوز سباكة، انت عاوز ميكانيكا، انت عاوز كهرباء، اي حاجة انا اتدخل معاه. يبقى هنا تدخلنا في حالات صحية وتدخلنا في زواج. صحيح. سيادة اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا.